زميلنا فاروق صلاح باختصاص علي معلول ببعض الكلمات الهامه جدا والحوارات اللي حصلت خلال هذه الفتره. ولكن الان الحقيقه لاعبي النادي الاهلي بعد نهايه المحاضره، وزي ما حضراتكم شايفين الكل مقفز، الكل مقفز، الكل ينتظر. واضح كلام ما بين حسين الشحات وما بين مروان محسن، هل سيكون حسين الشحات ومروان محسن موجودين في التشكيله الرئيسيه؟ ده اللي هنشوفه بعد قليل. كباتن النادي الاهلي كابتن سيد، بقيه اللاعبين الان الى اتوبيس النادي الاهلي للانتقال الى استاد السلام، الاستاد الذي ستكون عليه هذه المباراة. النجم محمود كهربا والنجم أحمد الشيخ بعد ما حلق وشكله نيو لوك جديد إن شاء الله يبقى خير علينا، كابتن أحمد فتحي طبعا، وبقية اللاعبين متواجدين أمام حضراتكم وفي طريقهم إلى ملعب المباراة استاد السلام. إن شاء الله استاد السلام، استاد السلام زي ما حضراتكم عارفين بيضم إن شاء الله النهاردة 10,000 متفرج بمقام 100 مليون أو 72 مليون 73 مليون هيشجعوا النادي الأهلي النهاردة، كلهم الأهلاوية ورا النادي الأهلي في بيمثلهم النهاردة ال 10,000 متفرج اللي هيكونوا متواجدين. اليوباجي لاعب النادي الأهلي وآخر أو أحدث المنضمين للنادي الأهلي. زي ما حضراتكم دايما بتتابعونا بنحاول نجيب لحضراتكم كل كواليس ما يحدث في مع اللاعبين. خلاص هيبتدوا دلوقتي يتحركوا الى ارض الملعب علشان ان شاء الله يبقى كل التركيز بقى خلال الفتره القادمه في الملعب. مين ال 11 اللي هيلعبوا؟ اتعرف مين ال 11 اللي هيتعرف للاعبين، احنا لسه ما عرفناش، ولكن اول ما هنعرف هنقول لحضراتكم على التشكيله الرئيسيه. اتعرف مين اللي هيلعب، اتعرف